نتكلم على التعاون بقى اللي كان بينك وبين نجم الكوميديا طبعا أكرم حسني، ده في حتة تانية. طبعا إنك شاركت معاه في كتابة سكتشات مكتوبة عليا، كان الأجواء عاملة إزاي؟ كانت الكواليس عاملة إزاي؟ الكتابات كنتوا بتحضروها مع بعض؟ كان في تعديلات مثلا بيحب يعدلها؟ بص، هو المسلسل مكتوب عليا كان بالنسبه لنا تحدي. هو كانت البدايه طبعا، طبعا المؤلف بتاع المسلسل ايهاب بليبل، اخويا الكبير طبعا، كان صديقي واخويا برضو جاويش، كان معانا في الورشه، كان هو اللي رشحني. هو كان دخل قبلي الورشه مع ايهاب بليبل، وكان ايهاب عايزين حد كمان، فقال له في احمد خيري. كنت انا اشتغلت مع جاويش في ونسني مع بعض، وكان في كيمستري ما بيننا في الكتابه حلوه قوي. فجاويش طبعا هو احد الناس اللي كاتبه السفاره بتاع رمضان اللي فات، فهو حلو حد جدا. من الناس اللي تقال جدا يعني. فدخلنا احنا ثلاثه وكلامنا مكتوب عليا، برضو نفس الحته بتاعت استاذ احمد امين. فبرضو اكرم حسني جاي برضو من سيد ابو حفيظه، جاي برضو من حته اللي هو عمل كل حاجه في سيد ابو خلي حفيظه. بالك هو كمان بيحب يكتشف شباب. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. يعني في ابو حتى حفيظه، في المسلسل نفسه، في المسلسل نفسه اصلا كان جايب برضو مع محمود السيسي اللي هو الانفلونسر، كان جايبه طالع معاه في دور من الادوار يعني. هو بيحب الحته دي جدا، وهو صراحه كان مشجع جدا يعني. يمكن احنا قعدنا معاه مرتين بسبب ضغط التصوير، لان كمان كان حصل ان هو كان بيصور، كان لسه الاجراءات الاحترازيه بتاعت الكورونا، فما كانش كل الناس تعرف تحضر، وكناش بنشوفهم كتير. بس المرتين اللي قعدنا معاه فيهم انا استفدت جدا يعني. حد بيقول كومنتات على الحلقه فاليد، مش مجرد اللي هو النجم العمل فانا بقول كومنتات وخلاص. وكان في تحدي، كان في تحدي انه كان ساعتها اكرم كان واخد اجازه شويه، كان مريح، ما كانش عامل حاجات كتير، ما كانش ليه لا مسلسل ولا فيلم، كان واخد راحه. فدي العوده بتاعته، وعوده لوحده كمان يعني، حتى مش بطوله مشتركه مع حد، هو راجع بطوله زي ما بيقولوا. فاحنا خدنا الفايب بتاعت انه لا، يلا عايزين عايزين نساعد. نعمل حاجه تكسر الدنيا. وفي نفس الوقت اتحمسنا ساعتها برضه لما عرفنا ان الكبير نازل. فمنافسه، انت بتنافسي برضه مع مسلسل الكبير ميكي، وحاجه برضه وتيم تاني خالص. وتيم تاني خالص بقى، لا ومسلسل عامل 5 اجزاء كلهم مكسرين الدنيا يعني. فكان الصراحه كانت تجربه حلوه جدا، كانت تجربه حلوه كل يعني، بكل الحلو والوحش اللي فيها، بالشد والجذب اللي حاصل، وبالتعديلات، وبنروح وبنيجي. وكان بالنسبه لي تجربه ممتعه بقى على مستوى الشخص، انا في البيت، وهو ان انا غصب عني باخد الفيدباك وانا قاعد يعني. هم ده صعب جدا. بيتفرجوا بيتفرجوا على العيلة الحلقه بعد الفطار، وانا من النوع اللي بحب يعني. يعني انا مثلا لو هفرج على فيديو ليا، انا هديك الموبايل واطلع بره الاستوديو اصلا لحد ما تخلصي وتقولي لي تعالى، واقول لك بقى اخد منك فيدباك. عمري ما هقعد اتفرج عليكي وانت تتفرجي على حاجه. فبالنسبه لي لا، هم كانوا على عايزين عكس شغلك اصلا، انت بتشتغل مسرح بس فبتاخد ما الفيدباك وش ده تمام، بس هتفرج على حاجه، لا انا بعدين بقى نبقى نتكلم فيها. فهم كانوا عندهم اصرار تقعد تتفرج معانا على الحلقه، وانا برضو في حته جوايا، انا كده كده هتفرج على الحلقه بالليل، ما انا عايز اتفرج عليها عشان اعرف ايه اللي حصل. بس هو بقى الفكره بقى في انه كان في مثلا بعض الحلقات بيبقى مثلا انا كاتبها مثلا كلها، او جواز كتابها كلها، او في حاجات بيبقى معانا احنا مع بعض. في الحلقات اللي انا كاتبها كلها ما كنتش بقول لهم ان انا كاتبها كلها، غير لما غير يتفرجوا لما وتشوف. يتفرجوا. فباخد الفيدباك انه تمام زي الفل. انا طب يا اللي جماعه كاتبها دي ماشي. بقى يا جماعه، ايه رايكم؟ ولو برضو حلقه برضو حلوه عجبتهم جدا بتاع، اقول لهم لا، دي جويش اللي كاتبها، مش دي ايهاب بقى هو اللي عملها وبتاع. وطبعا مش قصدي ان يعني مش قصدي ان احنا كل حد بيكتب لوحده، لا، احنا كنا كورشه بنكتب بنطلع الحاجه مع بعض يعني. حتى لو انا مثلا كتبت حلقه لوحدي، فجويش بياخدها برضو يظبط فيها حاجات. طبعا ايهاب طبعا هو الهيد رايتر، فهو اللي بيقفل الدنيا وبياخد التعديلات وبيظبطها وبتاع. فهي كانت ورشه متكامله يعني، اللي هو عامله زي الكوره كده زي ما بيقولوا، اللي هو ايه 1 2 اللي هو بنباصي هنا، بنروح هنا، بنعدل مع بعض، نقعد ننزل قاعده كده، نقعد نعمل تتابع 3 حلقات واحنا قاعدين، لو احنا عارفين 3 حلقات دول هيحصل فيهم ايه خلاص كده. فكانت الدنيا ماشيه بكيمستري كده حلوه جدا جدا جدا. وانا يعني انا شخصيا اتمنى التجربه دي تتعاد تاني، حتى لو مش مكتوب عليا يعني. اتمنى ان انا اشتغل مع ايهاب وجويش طبعا تاني يعني. احمد، اتكلمنا كده تقريبا على كل الحاجات، عايزين بقى نفك بقى شوية يلا ونلعب بينا، مع بعض. يلا بينا، ايه رأيك يلا بينا، اختبرك في شوية ألعاب؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا نبتدي معانا بقى اول لعبة، وهنشوف بقى هنا على سكرين الاختلافات. هجيب لك صورتين، طلع لي منهم الاختلافات، ماشي. شوف قوة ملاحظتك. ماشي. انا حاسه ان هي صعبه سيكا.
لا ليه ماشي. اول حاجه الايد اللي على اليمين في الجار اللي فيها الدهب. برافو ماشي. احنا عايزين ثلاثه بقى. ثلاثه ماشي. عمال ايه بقى باخد سكان كده بس ايه، اعمل لها سكرين شوت في دماغك. انا بعمل كده، بعمل سكان عشان اعرف. والبورنيطه. برافو. دي تاني واحده. تالت واحده دي اللي هي دايما ما بتجابش، اللي هي بتبقى حاجه واضحه قوي. لا 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 انت شاطر، فلا انا كده واثقه فيك. انا لا انا لقيتها قبلك. لقيتها قبل؟ على فكره ما بيبقاش معايا الاجابات، انا لقيتها قبلك. ما بحاول اشوف اصل يعني كل حاجه ماشي. يا شباب التايم ايه؟ بحاول ابص على الحاجات اللي هي بقى صوابع بقى ناقصه وحاجات كده اللي هي دور دور. الوقت خلص. ماشي. يلا نشوف الاجابات. الله عليا. رفيع وتخين. ماشي ماشي. لا بس شاطر، برافو. ماشي. يلا نلعب لعبه تانية. بيقول لك بقى دي فزوره. انا فاشل في الفوازير جدا والله العظيم، فاشل قوي والله العظيم. وانا كمان لولا عرفت الاجابه والله. انا مكتوب عندك.